اكتسب التخليف اليوم الوطني للسلامة التاريخية الذي يصادف 18 فبراير من كل سنة تماشيا مع الخطة الاستراتيجية المندمجة للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير. تنظم جمعية الحلفية الثالثة للتنمية وفنون العرض بالتنسيق مع السلطات الأمنية حملة للتواصل والتحسيس من أجل حد من مخاطر الطرق التي تروم إلى الحد من نزيف حرب الطرق، مستلمة شعار من أجل الحياة، ذلك لإطلاق المواطنين والمواطنات والشباب والرجال والنساء بضرورة احترام قانون السير، احترام السير في المناطق الراجلين، احترام العلامات والإشارات المعروفة، احترام قانون السير بيان ورفع حزام السلامة والأمان بالنسبة للسيارات، ارتداء الفوضى بالنسبة للمستعملي الدراجات النارية. معكم نور هدى الأفرخي من دراسة علي بن أبي طالب المستوى السادس ابتدائي. اليوم السبت 16 فبراير 2022 جات لنا جمعية كتحسسنا بيوم العالمي للسلامة الطرقية، وداكشي باش كنشكرهم بزاف. وفرقونا ثلاثة نتاع الورشات، ورشة الرسمي أنا فيها، عطاونا رسوم نتاع علامات المرور لونها، أنا جات فيا نتاع ستوب.
كنزة، سميتني كنزة أغالمي، كنقرا في مدرسة علي بن أبي طالب في المستوى السادس. اليوم جات عندنا لجنة تحسيسية حول السلامة الطرقية، وداروا لنا بعض الأنشطة مثل الورشة والفيديو احترازيات حول السلامة الطرقية، وعطونا بزاف ديال الفوائد على هاد السلامة الطرقية واستفدنا بزاف. سميتي حسام الدوري، كنقرا في المستوى السادس ابتدائي. اليوم جات عندنا واحد الجمعيه ديال الالفيه الثالثه، وعطاونا بعض الالتزامات اللي خصنا نحترموا بهم قواعد السير وعلامات المرور، وتقدموا لنا بزاف ديال الورشات بحال ورشه الرسم وورشه ديال الفيديو، وراونا واحد الاناشيد توعويه باش نحترموا علامات الترقيم، وعلمونا بزاف ديال الحاجات ما كناش عارفينهم وبعض العلامات. مني الصافي، ادرسوا بالمدرسه، ادرسوا بالمستوى السادس مدرسة علي بن أبي طالب. اليوم جات عندنا الجمعية ديال الفية الثالثة، وعلمتنا بزاف ديال القوانين ديال القواعد ديال السير، وطبقناهم في الحياة الواقعية. السلام عليكم، سميتي نسيمة ماشا من مؤسسة علي بن أبي طالب، السنة الخامسة ابتدائي. كنشكر الجمعية اللي درت لنا هذا النشاط هذا، ويعني عطاونا بحال شي دروس مرهم تطبيقات، يعني هذا النشاط هذا يؤدي بحال شي فنون كنستافدوا منها، غادي يفيدنا في الحياه ديالنا المستقبليه. الو خصنا نحترموا هذا، ما نعتبروه زعما غير نشاط غير ضحك، خصنا ناخذوا منه انشطه، خصنا ناخذوا منه استفاده اللي غادي تنفعنا، مع انه حنايا كنعتبروا هذا كنشاط كضحك، مع انه المخ ديالنا الداخلي كيستافد من هذا الشيء، وكيخزنوا باش منين كبروا نكونوا بعدا عارفين كيفاش نديروا في السير بحال هكذا. وهذه جائزه كنستحقوها ملي كنديروا رخصه السياقه. كنشكر هذه الجمعيه هذه والمؤسسه ديالتنا. شكرا لكم. كنقرا بالمستوى السادس ابتدائي، اسم ديال مدرستي اسمي علي بن ابي طالب. اليوم جات عندنا الجمعيه التحسيسيه للسلامه الطرقيه، وتنظمت هذه الحفله باش نستافدوا من بزاف ديال الحوايج كان علينا نستافدوهم، وداروا لنا بعض الانشطه مثل ورشه الرسم والفيديو، وطبقنا دوك السلامه، طبقنا نماذج السلامه الطرقيه. وكنشكركم على هاد المجهودات الجباره اللي درتو معانا.